تمام يا فندم، تحت امر سعادتك. قولي ما ينفذ يا فندم. الحقنا يا سعاده البيه، في واحد اخرس فوق كان عايز يقتلني. ده مجنون ده ولا ايه؟ انتوا اللي جننتوه وهتحولوا الناس هنا المجرمين. يعني ايه اخلى فوري بدون انذار؟ اكيد الهانم هي اللي ادتكوا الاوامر دي. والله لو كلامك ده مظبوط ما كانش يتبين المأمور وافق يديكوا يومين تجهزوا حالكم. مش وصلتك الاشاره؟ يبقى بالسلامه بقى، خد رجالتك وبالسلامه. وانتوا اخواننا ما تخافوش، انا هتصرف. كل واحد يروح مكانه بسرعه. يلا بسرعه، في ساعتين مش بيدقوا يتصلحوا فورا يا عبد المعين. الامر امرك يا هاني. والنظام القديم للشغالين في السرايا رجع يا هاني، وكل واحد عارف البرنامج اليوم بتاعه ايه بالظبط. يسمعوني برنامج الصبح. معاك صحيان البيت دكتور 7 و8. ومعاك الفطار يا جعفر. هو يا فندم جلاب الدكتور خلاص رجع بالسلامه؟ انت ترد على سؤالي بس، معاد فطار البيه الدكتور امتى؟ انت مش كنت بتقول ان قدامك عماره جاهزه؟ عماره لمين؟ لدول؟ هم انا عايزنا سكنهم فين؟ في ملجأ ولا في الكندا في شارع محمد علي؟ يا سمنودي الناس دول لازم يلاقوا مكان محترم في انتظارهم. كنت بقول يا دكتور. انت ما تقولش حاجه، انا اللي اقوله بس. طب اهدى يا مرزوق، اهدى عشان نعرف نفهم. يا سمنودي انا الناس دول ثقتهم فيا اتهزت، انا نفسي حلمي اتهز قدامي قدامهم، يعني زي ما تكون كنت بعلوس. تقوم تاخد عماره عشان تسكن فيها الحوش دول وتسترد ثقتهم؟ انا مش عاوز مناقشه من اي نوع. حمزه هتاخد الشيك ده، ها هتصرفه ويا الشيك اللي معاك. احط في ايدك كام دلوقتي؟ لما اسال صاحب العماره الاول. لحد ما تسال احط كام؟ مبدئيا 300,000. ادي 400,000 جنيه. كنت بقول بس انت ما تقولش ولا كلمه. هتاخد الشيك ده هتصرفه ويا اللي معاك فورا من البنك. امسك دكتور. النهارده السبت اجازه البنوك. فعلا النهارده السبت. خلاص بكره من الفجر تكون قدام البنك. اه الحكايه كده بانت لبيتها، مش عايزه اي اسئله. العمليه بقت في الشفحليله والفيلم قفل اخر غم. وبعدين معاك بقى ان جيت الحق بقى يا سي عبده، صاحبك وحبيبك ده من ساعه ما شفناه وهو نحس. اخس يا بلهبل، هو مرزوق غريب عليك ولا علينا عشان تقولي عليه الكلام ده؟ من ساعه ما شفناه وهو نحسنا. ونحسك في ايه بقى يا بلابل؟ كنا عايشين يا اخويا كافيين خيرنا شرينا، وكنا بنجري على اكل عيشنا ومشيينها وهي ماشيه وبنحمده لحد ما جه اللي غيظني انه قاعد يقول احلامه. كله يحلم اللي نفسه في حاجه هتتحقق. خواجة عفركوش شبيك لبيك، مرزوق ابو الحسن بين ايديك. بطل يا بقى، ما انك جبان صحيح ما يتمرش فيك. يا عم عبده اتمر يوم ما اتمرش ايه؟ ما هو كله على قدك اهو. خدنا منه ايه غير شويه الاكل الجاهز اللي ما بيشبعش والكلام المزوق اللي ما بيتحققش؟ يخرب بيت عقلك يا حلب، اول مره يا اخويا في حياتك تقول حاجه صح. جاب لنا ايه غير حته العده؟ ومن ساعه ما جابها واحنا اتنحسنا ما اشتغلناش. خلاص خلاص انسوا انه جه، وكل واحد يشوف مصلحته. نشوف مصلحتنا امتى؟ بعد ما نتربي في الشوارع؟ يا جماعه اصبروا شويه، استنوه لحد ما يرجع. اهو الدكتور مرزوق وصل. سلام عليكم يا اخوانا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل واحد فيكم يلم حاجته من دلوقتي. وضبط لنا المطرح يا بيه. عماره بحالها، على بال المحامي ما يخلص مع صاحبها يكون كل واحد فيكم جاهز نفسه. الكبير كبير يا اخوانا، والله الكبير كبير. عشانك انا عملت حاجات كان مستحيل اعملها. عملت ايه يعني؟ سرقت علشان تدمير انسان؟ ده شيء ابشع من السرقه، وانا ساهمت في تدميره، ساهمت في الحجر على امواله في البنك زي ما طلبتي، وساهمت في اجراءات دخوله المصحه. ايه كنت عايز تشوفه هو اللي بيدمرني يا رؤوف بيه؟ مش من حق ارد عليه وادافع عن نفسي؟ ايوه بس مرزوق ده شرير وخاين. خيانه عصمت واختك اماني ليا كانت ارحم، كان شيء واضح وانكشف. لكن هو هو ايه؟ انت السبب. وبالمناسبة حكاية كرهك ليه دي مش كره، ده حب. حب؟ بعد كل ده بحبه؟ ايوه. وحكاية جوازنا دي بعد ما تخلصي منه برضه كدبة. ايوه كدبة، ومش هنتجوز يا رؤوف. لكن
حكايه حبي لمرزوق دي برضو كدبه وانا برفض اسمعها. طب اسمعي يا جنار، لو جرى اي حاجه لمرزوق ده بقى انت بتحددني يا رؤوف. وادي حاجتك كلها اتلمت يا عبد. وادي كمان العود يا سيدي. خلاص بقى سيب الحاجات دي بقى وتطلع الورق اللي انت كنت مخبيه هنا، شيله في اي حته بعيد عن هنا، وانا هقفل الباب. تصور ان انا كنت هنسى الملفات والديسكات مع انها مهمه جدا. ما دام مهمه جدا يبقى لازم تفضل معاك وانت واقف قصاد الست الشرانيه دي. طوبه جامده قوي يا عمر. دخل دخل واحده واحده كده زي المره اللي فاتت، هتطلع معاك على مهلك. ايوه. على مهلك. اسلم انت عدل. على مهلك. بس سيبها بس ملفات وديسكات مش موجودة. نعم مش موجودة؟ ما راحت فين؟ اتسرقت يعني؟ اللي سرقهم سرقهم لحساب جنار. فجر العصابات حقير. اوعى يا عمر اوعى يا عمر. في ايه يا معبد؟ ماله بيجري كده ليه؟ الدوسيات والديسكات المهمة اللي كانت هنا اتسرقت. لا مؤاخذة يا فندم. ايه في ايه؟ البيه مستني بره وبيسأل حضرتك، لسه قدامك كتير مع رؤوف بيه. بيه مين ده اللي مستني بره يا عبد المنعم؟ الدكتور مرزوق يا فندم. الدكتور مرزوق هنا؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا الف اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا جناب الدكتور. الحمد لله على السلامة. يا اهلا اهلا يا دكتور اهلا. خدت الملفات والديسكات يا جولنار؟ جولنار هانم لو سمحت. تبقى خدتيهم. قولي لي بقى مين الحقير اللي استخدمتيه عشان يسرق لك الملفات والديسكات يا جولنار هانم؟ اهلا اهلا اهلا. أنا دكتور مرزوق. الحمد لله على السلامة. أهلا يا رؤوف بيه. الحقيقة أنا عاوز أوضح لك موقفي. يا ريت بقى تأجل كلامك مع الدكتور دلوقتي يا رؤوف بيه وتقدر تتفضل أنت. أمرك. أمرك يا هاني. دكتور مرزوق، عموما إحنا مسيرنا نتقابل وأوضح لك موقفي. اتفضل اتفضل يا دكتور، نتكلم جوه في المكتب احسن. شايف اللي عملته يا دكتور؟ أنا وقفت الزمن هنا عشان يفضل شاهد على جريمتك. العكس يا عالم، ده شهادة إثبات على جريمتك أنت واللي زيك، اتسجلت في الشارع عند الناس. مش حين فيها أنك سرقت الملفات والديسكات. لا يا جولنار هانم، ولا أحسن ليكي نخرج بيها من هنا. يا سلام، مش ناقص بقى غير انك تطلع لي سكينة وتقلد حوش الرابع بتوعك. شوف يا هانم، تزقي الحكومة على الربع لكن تستخدمي أسلحة رخيصة من النوع ده تسرقين يا جولنار هانم؟ ايه ده ايه ده؟ ده غريبة قوي. ده مين ده اللي بيتكلم عن السرقة؟ مين فينا اللي ممكن يتقال عليه حرامي يا دكتور؟ مين اللي بدأ بسرقة الملفات والديسكات؟ اخدتهم عشان امنع مؤامرة خسيسة. خدتهم عشان ادافع عن نفسي قصادك وقصادهم. انا رفضت اظهر الملفات والديسكات قدام اي مخلوق،
أو أستعملهم ضدك في كل اللي فات. أكيد كنت مستني الفرصة المناسبة عشان تعرف تستغلهم صح. يعني ما تقوليش إنك سرقتهم للذكرى يا مرزوق. تعرف كويس قوي إن كان قدامي أكتر من لحظة مناسبة عشان أستخدمهم فيها. لكن لا يا جنار، أنا مش هقف ساكت دلوقتي بعد ما شر كتار ناس كتيرة غيري يهموني. تقصد حبايبك بتوع الرابع يا دكتور؟ أيوة حبايبي بتوع الرابع يا جنار، حبايبي اللي حضنوني وصدقوني. يستاهلوا كل اللي جرالهم عشان صدقوك. أيوة كده، أيوة كده، يظهر وبان عليك الأمان. انتي اللي ورا قرار الإخلاء يا جنار هانم. طبعا طبعا استخدمتي نفوذك، استخدمتي نفوذ رؤوف بيه. طبعا أنا يا مرزوق، هي دي عايزة كلام؟ ترمي الناس في الشارع مشكلتهم، لو عايزها تبقى مشكلتك انت كمان، خلاص انت حر. لا وجاي الرب عشان تكشف الوش الشرير اللي ورا وشي. مال انت ايه؟ ده انا بالنسبة لك ملاك ونزل من السماء، رغم كل الألعاب اللي عدت تواجهيني بيها في الربع. انا بالنسبة لك طفل بريء ساسك. ده جاي عايز ايه دلوقتي يا مرزوق؟ جاي عشان تاخد اذني بالجواز من السنيورة بنت التربي، ولا جاي عشان ارجع لك الملفات والديسكات تاني، ولا جاي عشان ارجع حبايبك للربع؟ اطلب اطلب يا مرزوق، مش يمكن تلاقيني نفست. هو ده اللي انت عاوزاه، ان ارجع واقف قدامك شحات وامد ايدي واقول لك لله يا هاني. شوف يا مرزوق واسمعني كويس، اذا كان على الملفات والديسكات فانا مخبياهم، ما حدش قدر يشوفهم، حتى خالي العزيز مشهور بيها. يا سلام يا سلام على البراءة. انت ما رتهمش لخالك عشان ما يرجعش يلعب بيكي زي زمان قبل ما انقذك منه. شايلاهم تحت ايدك علشان تحمي نفسك منه وتذليه وقت اللزوم. لا لا خالص، ومش صحيح يا مرزوق، بدليل اني مستعدة اطلع اجيب لك الملفات والديسكات دلوقتي حالا من فوق تاخدهم. اخدهم؟ ايوه خليهم معاك، لو ثبت لك ان انا السبب في هدم حلمك النبيل العظيم ابقى انتقم مني بيهم يا مرزوق. لكن صدقني صدقني، مش انا السبب، مش انا السبب خالص، انت السبب في كل شيء من الاول للاخر. عن اذنك انا هطلع اجيب لك الملفات والديسكات من فوق. لا يا هانم. لا ايه، مش عايزهم دلوقتي؟ مش عاوزهم، لان انا مش هعزمك بالملفات والديسكات دي. لا انا عرفت دلوقتي هعزمك ازاي. انك تتجوز وردة؟ اوعى تكون فاكر ان ده ممكن يكسرني او يهزمني قدامك. ده انت تبقى مش تافه بس، ده انت تبقى مجنون كمان. او تكون فاكر انك ممكن تهزمني بانك تحقق حلمك النبيل العظيم ويا حبايبك بتوع الربع، وتخلق العالم الجديد، عالم الدكتور مرزوق للمحبة والخير اللي بتتحداني بيه وبتتحدى العالم كله. هو ده الاختيار النهائي فعلا يا هانم، واللي مش هتقدر يتحطميه مهما عملتي. برافو برافو، انت كده كده يا مرزوق. بس حب اقولك حاجة مهمة قوي، اللي حقق لك حلمك الاولاني هو انا يا مرزوق، واللي يقدر يحقق لك حلمك التاني ربع المحبة والخير هو أنا برضو يا مرزوق، أنا وبس.
لو حبيت بس بطريقتي. لا يا أنا، ده ما كانش حلمي، حلمي الحقيقي الوحيد لسه ما تحققش، حلمي اللي هحميه منك قبل أي حد في الكون. قبل ما أمشي في سؤال عايز أسأله لك، مين اللي سرق الملفات والديسكات من الربع؟ واحد من اللي بتحبهم وبيحبوك خالص يا دكتور، واحد طيب قوي زي كل أهل الربع الطيبين اللي عايز تبني لهم عالم المحبة والخير. مين يعني؟ تلميذك يا دكتور اللي حرام ما بطلش بوك عليك. خمسة؟ أيوة، وأنا في انتظار تحقيق حلمك النبيل العظيم يا دكتور. مش هتستني كتير يا جنار. ابقى وريني وانا هوريك يا مرزوق. يعني انت يا متر موافق ان الدكتور يدفع في البيت المبلغ الكبير ده عشان الناس دول؟ هعمل ايه بس يا حمزة؟ هادي الله وادي حكمته. كويس ان لقيتك هنا. كويس اوي انك جيت يا مرزوق، عشان اقول لك ان احنا لقينا بيت على الترصيب النهائي متوسط كده وبيكفي اهل الربع كلهم. بس بصراحه غالي قوي يا دكتور. البيت عندك غالي وانا اللي عندك رخيص. في يا دكتور؟ استنى انت يا سمنودي، مالكش دعوه، سيبني مني ليه. خير يا دكتور؟ الاول كنت بتتجسس عليا وانت فاهم انك بتحافظ عليا، ولما سرقتني كنت فاهم ايه بالظبط؟ ساعتك بتقول سرقتك؟ ايوه سرقتني. الهانم كانت بعتك من ورايا علشان تسرق الملفات والديسكات يا حمزه، صح ولا لا؟ لتاني مره يا خاين. ارحمني يا بنت يا خاين. سيبه يا مرزوق يا خاين يا حقير. سيبه يا مرزوق، لازم يموت. يموت ده ايه؟ ما تفوق لنفسك بقى يا ابن ابو الحسن. هي دي اخرتها يا دكتور؟ طلعني حرامي. سرقت الملفات والديسكات ولا لا؟ سحبتهم من ورا الطوبه في اوضه عبد الودود ولا لا؟ طوبه ايه وعبد الودود ايه؟ حد يفهمنا يا جماعه، انا دماغي هتشد. طب ما ترد عليه يا حمزه، رد عليه وقول له تعرف ايه عن الملفات والديسكات دي؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن الملفات والديسكات الا من الصحفي صاحبه سيد الجهيني، هو اللي قال لي قبل الهانم ما تيجي الرابع. قال لي يا حمزه في اوراق مهمه لازم نلحقها لرجاله الهانم ما يلحقوها. قعدت دورت معاه ما لقيتش حاجه. يبقى السيد هو اللي سرق الاوراق يا مرزوق. انا كنت متاكد ان تنطيطه حواليك ده وراه مصيبه، واحنا الاثنين عارفينه كويس قوي من زمان، وانا مصدق حمزه. صدقني ولا ما تصدقنيش؟ خلاص قالتش تفرق معايا. خلاص 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 يا حمزة، خلاص حقك عليا، ما تزعلش انا اسف. سمنودي لقيته العمارة. ايوه بس صاحبها طالب مبلغ كبير قوي وكاش. انا موافق. طب مش تبص في العقد الاول يا مرزوق؟ من غير ما ابص، قول لي هو طالب كام وانا اكتب له شيك بيه. الحقيقة التصميم كويس والفكرة مش وحشة. هو احنا نقرا صيغة الإعلان الأول وبعدين مراجعة أخيرة. أيوه المراجعة دي مهمة أوي أوي يا هانم. المشروع الإنساني الكبير للمحبة والخير على شرف الدكتور مرزوق أبو الحسن. الله، نكرر اسمه تاني ليه؟ وهو في التصميم. احنا هنعيده تاني يا دكتور لمصلحة المشروع وللمكسب. يتقري ويتقال ويتغنى ويترقص كمان. إن إقامة هذا المشروع الاقتصادي الإنساني يأتي على شرف هذا الرجل الذي كان شاغله. يا سيدي قلت لك اقرأ مش اخطب. حاضر. كان شاغله الشاغل قبل مرضه الأخير أن ينتصر للمحبة في وجه المادية والمطامع الزائلة. خلاص خلاص الكلام ده ماشي، اقرأ لي كلام التلفزيون. كلام التلفزيون معايا يا فندم. قبل ما يقرأ أنا عايزة أول إعلان ينزل بكرة. واحد اسمه جبال يا فندم. الترابي؟ يمشي يمشي. لا 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 يستنى يستنى، أنا جاي له حالا. Yeah.
الشارع صدقني. ابني انا هاخدك انت والتماثيل معايا في الحوش. ابني ادري الشيك ويدي للراجل صاحب العمارة حقه، هيجي هنا يجيب لكم عربيات نقل واتوبيسات وينقلكم كلكم للعمارة الجديدة للدنيا الجديدة. اصحى اهل الربع كله يصحى، النهار طلع كله استنى العربيات النقل والاتوبيس، كل اللي في الربع يصحى. اصحى يا لالا حلو الدين. انت ايه اللي حدفك علينا يا وش النحس؟ انا وش النحس برضو ده انا جاي اشارككم فرحتكم، جاي اشارككم الامل اللي انتوا هتبقوا فيها. انتوا مش هتروحوا العماره الجديده بتاع الدكتور خلاص يا حلمي؟ ايوه خلاص خلاص، كلها بس حمزه يصحى ويروح البنك ويرجع بعربيات النقل والاوتوبيس عشان نتنقل لدنيا تانيه، دنيا ما نشوفش فيها خلقتك وخلقه اللي زيك. ايوه فكرتني بحمزه صحيح. الله طب بس صحيح بدري بدري عشان هو كمان يلحق البنك بدري بدري. المرة دي جاي اشكرك يا عصمت، حقدي عليك انتهى، بفضلك شفت الوش الحقاني للدنيا ومن بعدك اتشكل قدامي وبين، وبسبب مرزوق اكتمل الدرس. دلوقتي انا خلاص عايشة العالم من غير اوهام، واذا كان مرزوق حاول يخلق لنفسه وهم عشان يهرب فيه، فانا متأكدة متأكدة انه هيرجع، هيرجع للعالم الحقيقي اللي انا دخلته ليه، مش الرب ولا الحب ولا الزمن الجميل القديم ولا مشاعر زي الفرفان في لحظة تطير. العالم الحقيقي ده كابوس، يا تحضنه يا يدوس عليك. العالم الحقيقي ده أنا يا مرزوق. إيه الست هانم جاية ليه كده من بدري؟ خد خد عشان تقرا عليه براحتك. صباح الفل يا ست الكل. ها أثر لموا حاجاتهم ومستنيين العربيات. خلاص زي ما فهمت، اول ما يوصل حمزه من البنك تديني تليفون على طول. الهمه انا عايز الصوره تبقى في قفه صوره، يلا بسرعه. فين الورد يا عبد المعين؟ هيكون جاهز. يا عبد المعين تنزل لي الصوره بتاعت الدكتور اللي في اوضه النوم، تحطها لي هنا في المكتب. امرك يعني. اهلا وسهلا يا جناب الهانم. حددت كل اللي قلت لك عليه جعفر؟ اطمئن يا فندم، ان شاء الله جعفر حافظ كل الاكل اللي بيحبه جناب الدكتور. انا ما جبت سيره الدكتور، انا بتكلم عن انواع الاكل وبس. تحت امرك يا هانم، ان شاء الله لغايه الظهر هيكون كل شيء تمام التمام. اوكي. Thank you.
بكل اسف يا فندم، حساب الدكتور موقوف الصرف منه. ازاي؟ دي مش مسؤوليه البنك. اكيد الهانم هي اللي عملتها. لازم اروح واجيها. اوعى من وش السعادي. هي فين الست دي؟ يعني حمزه في ايه؟ انا قلت الست دي تجيني هنا، يعني تجيني هنا. انت اتجننت يا حمزه؟ مالك يا حمزه؟ عملت فيه كده ليه يا هانم؟ ليه عملت في الدكتور كده؟ ليه؟ هطلعه بره يا هانم؟ لا 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 لا، سيبه وروح شوف شغلك دلوقتي، كل واحد فيكم يروح يشوف شغلي. سيبوهولي. انا عارف كويس قوي هانم مين اللي ساعدك في الحكايه دي. هو سيد الجهيني النكل، وبكده بقى خلطه تاني. لكن ده افترى. افترى يا هانم افترى. انت جاي منين يا حمزه؟ جاي من البنك. وايه بقى اللي حصل في البنك؟ قالوا لي خلاص الدكتور خلاص ما عدلوش فلوس عندنا. ارصدته اتجمدت لان الهانم حجرت عليه. ده حرام حرام يا هانم. انا كنت عارفه صحيح انك انسان مخلص، بس اول مره اعرف انك شجاع كمان يا حمزه. انا مش همشي من هنا الا ما اعرف انت عملت كده ليه. انت تخرس خالص، ما تناقشنيش وتنفذ اللي اقولك عليه وبس. واول حاجه هتعملها دلوقتي انك هتروح الرابع حالا، تروح للدكتور وتقول له على اللي حصل في البنك. ماشي هنفذ، بس بعد ما انفذ هروح ادور على سيد الجيني وهجيبه ان شاء الله يكون في سبع ارض وهقتله. طب ما تقتل ان شاء الله، حتى تولعوا بعض كلكم يا ريت. حمزه واصل يا دكتور. حمزه جبت عربيات النقل والاتوبيسات؟ لا ما جبتش يا دكتور. ما جبتش ليه؟ اوعى تقول انك ما لحقتش البنك. لا لحقته، بس قالوا لي ما فيش فلوس. ما فيش فلوس؟ امال الفلوس بتاعتي اللي في البنك راحت فين؟ المدام حجرت عليك يا دكتور. حجرت عليك؟ ايه اللي بيحصل لك ده بس يا مرزوق؟ انا قلت لك الهانم مش هتسيبك، بس انت ما صدقتنيش ولا انتوا صدقتوني. خلاص يا ورده اسكتي بقى، اسكتوا كلكم وسيبوه في حاله بقى. يعني ايه نسيبه في حاله؟ احنا خلاص اترمينا في الشارع. خبر اسود، دي الحكومه زمانها جايه يا ناس. والمهل اللي ادهالنا البيه المعمور زمانها خلصت. ضيعتنا يا دكتور. ما ترموش المسؤوليه عليه لوحده، انتوا كمان كنتوا مذنبين. لا يا ورده لا، ذنب ذنبي انا. ليهم حق يقولوا ما بدلهم. لا يا مرزوق يا ابني لا، انت نيتك كانت خير، هي الهانم منها لله بقى. لونك مخطوف يا دكتور، انا خايف عليك. لا اكل نار، لا اكل نار. دكتور لا استنى يا ابني، انا مش عارفه ذنبنا ايه في اللي بينه وبين مراته. اللي بيحصل لنا ده ما يرضيش ربنا، ده احنا تعبنا قوي وتهدينا، ده احنا كل شويه كان قلبنا بيقف من اللي بيحصل. كان قلبك حاسس انك هتفشل ولا كنت متاكد من فشلك؟ انت كنت حاسبها ازاي؟ خساره، صدقك مع نفسك جه متاخر قوي يا دكتور. دي النسخة الأصلية لكتابك، دي اللي نقدر نصدقها دلوقتي. دي طاقة النور اللي باقية منك، اللي لازم توصل للناس عشان يقاوموا بيها طوفان السوء. ايه
اهلا وسهلا ست هانم. اتفضلي. الهانم وصلت يا جربيع. اخرس. اوعى تجيب كلمة جربيع دي تاني على لسانك. صباح الخير. ما تردوا. ردة المية بزوركم. بس يا جبلة بس عيب. لو طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. مش انت برضو عبد الودود؟ ليه؟ عملت بجوزك كده ليه؟ ده لو اتجوز عليك 100 ضرة، ده لو قتل ابوكي ما تعمليش فيه كده. وانا جايه دلوقتي برضو يا عبد الودود عشان اسمع الله حبيبتي، ما عشانه دي هي اللي ضيعتنا. مش هو السبب، هي. انا طبعا بعذركم، ليكوا حق تغضبوا وتحسوا بالخديعة والخيبة، بس كان لازم تفهموا من الاول انه مريض. مريض؟ قصدها مجنون يا عم عبد. جدع يا بنت، ما رضيتيش تتجوزي عشان كده. انا ما قلتش اني مش عايزه اتجوزه عشان كده يابا. بس خلونا في المهم دلوقتي. المهم ان حضرتك عايزه تدخليه المورستان، ورتبتيها حلوه قوي يا هنا. انا رتبت ان اصلح الدمار اللي عمله مرزوق هنا. قصدك اللي عملتيه معايا هنا. المفروض انك متعلمه وبتفهمي، وكان لازم توعيهم. وسكت بنتك دي يا جبلة، مش عايزه اوجع دماغ لحد ما اخلص كلامي. امشي دلوقتي يا وردة من هنا، وانا ليا كلام معاكي بعدين. لا بت الست لسه شغالة يا اهل الربع، وانا حذرتكم وانتوا حرين بقى. بس يكون في علمك ده الشيء الوحيد اللي باقي من الدكتور، الصدق الوحيد، كتابه، هو ده اللي فيه الامل. الموضوع ده ما يخصكيش. يخصني ويخص الناس دي كلها. خلونا في المهم. وايه بقى يا حبيبتي هو المهم؟ ايه اللي هيتصلح بعد ما خرب ده شويه وهتيجي الحكومه ترمينا؟ مفيش حد هيرميكم. بعد شويه هتيجي عربيات نقل تنقل لكم العفش بتاعكم، ووراها اتوبيس سياحي عشان ينقلكم المكان مؤقت دلوقتي لحد ما يجهز ربع المحبه وتتنقلوا فيه. ربع ايه دي؟ بتتكلم عن ربع تاني؟ افهموني كويس، ده مشروع انا عاملاه، مشروع خيري كبير من ضمنه خطة إسكان ربع المحبة. هتسكنوا في عمارات انتوا أول ناس هتعمروها، ومن غير ما تدفعوا ولا مليم. هدية مني ليكم. ده كلام بجد، مش أونطة مقطيع. اخرس يا تربي، محدش هيمشي معاها. ليه بس كده يا عم عبدو؟ نقبلها من مرزوق، لكن من هي لا. لازم تفهموا ان انا هنا دلوقتي عشان احقق اللي كان عايزه مرزوق. مرزوق طول عمره إنسان طيب وبيحب الخير لكل الناس، لكن مرضه خلاه في حالة مش طبيعية، عشمكوا طبعا بحاجات هو ما يقدرش يحققها. لكن أنا مش هخذل وعوده ليكم. وعوده؟ يا ما عشمنا بحلقان على رأي المثل وخرمنا ودنا، وادي النتيجة إيه؟ احلم يا حلبة احلم. احلم يا بلابل احلامي. كل اللي حلمتوا بيه يا أخوانا هيتحقق. المشروع الخيري اللي باسم الدكتور مرزوق هيحقق لكم كل احلامكم. اوعدكم وهتشوفوا. يلا سلام يا اهل الربع. مع الف سلام يا ست هانم. بحس بيه بالسلامه. يلا يا جدعان العربيات وصلت. يلا شغلوا طيب عجلكم. يلا شاشق ننفد بجلدنا. افتكروا قبل ما تمشوا ان جثة خفاجة جوه ولازم تدفي. خفاجة مات؟ ايوه يا عم عبدو، البقية في حياتكم. قلت لك هي فين؟ انت والله يا فندم مش هنا. كذاب. انا عارف انها خايفة تواجهني. انزلي يا هانم، انزلي هنا وكلميني. ارجوك ارجوك يا دكتور، ارجوك عشان خاطري بلاش توجهها وانت في الحالة دي، كان يستحصل جريمة. عايزني أبقي على ايه تاني يا حمزة؟ انت جيت يا حبيبي. حبيبك؟ طبعا حبيبي عبد المعين. عمرك يا ادي اوامر بسرعة للشغالين يحضروا الحمام للدكتور فورا. حمام؟ انت هتحميني ولا هتغسليني يا هانم؟ بعد ما كملت خطة تدميري. بعد الشر عليك يا حبيبي. يا روحي النهارده ميلادك، انت النهارده بتتولد من جديد يا مرزوق. يلا يا بدم واقف ليه؟ روح بسرعه خلي شغالين يحضروا الحمام. امرك استنى. والساعات كلها متحضره ايه؟
هنك كنت بتحضري كفن من بدري يا نهار. حمزة انت تروح دلوقتي، ترجع بكرة الصبح بدري للدكتور في ميعاده. نفذ كلام الهانم يا دكتور. نفذ اللي بقول عليه من غير مناقشة يا بدر. استنى يا حمزة، ما تمشيش. مرزوق يا حبيبي، أنا مش عايزك تقلق خالص على حبايبك بتوع الرب، زمانهم دلوقتي في طريقهم لأول عمارة في مشروع ربع المحبة. مشروع ربع؟ أنت قلت إيه يا هانم؟ قلت اللي سمعته يا روح قلبي، ده جزء صغير في مشروع خير كبير، والمشروع ده أنا سميته باسمك، مشروع الدكتور مرزوق أبو الحسن للمحبة والخير. مشروع الدكتور مرزوق أبو الحسن. سامع يا حمزة؟ أيوة سامع يا فندم. بس يا حرام، لما رحت الرابع دلوقتي لقيتهم ساخطين عليك بشكل مخيف وعمالين يشتموا فيك، كان لازم اتصدى ليهم واوعدهم بتحقيق احلامهم اللي تحولت على ايديك لكابوس، زي ما قالوا حبايبك الطيبين المساكين اللي خلاص من النهارده بقى قلبوا عليك يا دكتور. شوفي بقى يا كل نهار. تحطمي حلمي. ماشي، لكن تحوليهم بسببك لطيور جرحى تنهش فيا. لا لا يا ابو النار، تكسبي من بعد ده كله من تدميري. لا، المشروع الجديد ده في دمي ودمهم، يعني مستحيل. طب وهتقدر تعمل ايه يا حبيبي؟ مفيش اطلاقا. الدايره اتقفلت عليك يا مرزوق، جنونك وثابت بورق رسمي، وحبايبك بتوع الرابع اللي راهنت عليهم قلبوا عليك خلاص، دخلوا مملكتي انا وسابوا مملكتك الوهميه تتهد على دماغك. ليه؟ ليه الوحشيه دي يا جنار؟ ليه؟ شوف يا حبيبي انت عملت ايه بنفسك، هتلاقي ان ده كان الرد الوحيد. حاكم، انا اتعلمت من العالم اللي عرفته متاخر ان اللي يخرج عن قوانينه حاجه من اتنين، يا اما يترمي في الخنكه يا اما يدخل السجن. يعني انا كده انتهيت؟ لا يا حبيبي، لسه باب جولنار مفتوح لك. لا يا جولنار، لا. خسارة حقيقي، هتبقى خسارة فعلا لو ما قدرتش تفهم دلوقتي حالا ان هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. عزائك الوحيد انك ترجع لي يا مرزوق. ارجع لك؟ ارجع في قبضتك من تاني هنا؟ يا إما النهاية هتبقى بايخة وتزعل قوي، وتزعلني أنا أكتر من أي حد تاني، لأني مع الأسف اكتشفت أني تعودت عليك يا مرزوق، ما أقدرش أستغنى عنك، زي ما أنت اكتشفت أن أحلامك دي كلها أوهام، وأن الحقيقة الوحيدة هي أنا، أنا والعالم اللي صنعته عشانك يا مرزوق. يعني خلاص انتصرت يا جولنار؟ طبعا. وارجع لمملكتك هنا يا مرزوق، هي دي الحقيقة الوحيدة، غير كده أوهام، أوهام مصنوعة وكذابة. لا يا هانم، هياش أوهام مصنوعة وكذابة، لا، إذا كنت هزمت مرزوق أبو الحسن وانتصرت عليه دلوقتي فأنا اللي ساعدتك في هزيمته،
لكن الحقيقة موجودة، مش ممكن تتهزم أبدا. ورحت البال تجينا منين وملو الريح أنين وحنين، وإمتى نروح لراحة الروح وفي قلوبنا الأمل مجروح. يا راحة البال يا راحة الروح، وفين بكرة اللي جاي يا سنين؟ يا حلم امبارح اللي راح وكان مليان غنى وافراح، اذا كان النهارده جراح اكيد بكره صباح وبراح. صباح طيب نادي له الروح، وفين بكرة اللي جاي يا سنين؟